مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نشرح محاضره اللي هي رجعنا عليها بالسيشن الثاني عن الامينو اسيد والبروتين. هاي المحاضره طبعا كلش مهمه، وهي ترتيبها صحيح انه كان المفروض بالبدايه ناخذها وانتم مشروحه لكم بالبدايه، لكن من غير استاذ، لانه هاي بالسيشنات اللي اخذناها بعدها كل حكينا كان عن البروتينات والامينو اسيد، البروتينات والامينو اسيد. فاذا انتم هاي المحاضره ما تكونون فاهميها وعارفين الاساس مال البروتين شنو والامينو اسيد، ما تفهمون المحاضرات اللي بعدها. طبعا هي هاي للكوفة والزهراء، اكثر محاضرة يمكن متشابهة بيناتكم هي هاي. انا قرأت المحاضرتين مال الزهراء ومال الكوفة، يعني حتى بالكلمة وبالحرف متشابهات، ما بيهن اي زيادة او نقصان. اكو كم سلايد فقط ما موجودة على محاضرة طب الزهراء، جبتهم من طب الكوفة لان شفت انه يساعدوني او يفيدوني بالشرح، ضفتهم هنا ويا محاضرة طب الزهراء حتى نبدي بيهم ان شاء الله. فنبدي بالبداية انه هو شنو هو الامينو اسيد قبل ما نعرف البروتين، لان البروتين مكون من امينو اسيد. فاذا اريد نفتهم البروتينات لازم نفتهم شنو، لازم نفتهم الامينو اسيد، تمام؟ فلو نجي هسه بالبداية على هو شنو هو الستركتشر مال الامينو اسيد، عندنا هذا طبعا هنا مثل ما قلت لكم السلايد اللي من محاضرة طب الكوفة. هنا هاي الصيغة العامة للأمينو أسيد، شنية الجنرال فورميلا للحامض الأميني. الجنرال فورميلا انه عندنا بالوسط ألفا كاربون أتوم، عندنا ذرة كاربون وسطية، زين. ذرة الكربون هاي مرتبطة أربع ارتباطات مختلفة، ثلاثة من عندها ثابتة وواحد فقط دا يتغير. الجروب الأول اللي يكون ثابت هو الأمين جروب اللي هو NH2، والجروب الثاني اللي يكون أيضا ثابت هو الكربوكسيل جروب اللي هو COOH. الثالث هو ذرة الهيدروجين اللي أيضا تكون ثابتة. المتغير هو فقط الجروب الرابع اللي هو الR جروب اللي هي تكون مختلفة بين أمينو أسيد وأمينو أسيد ثاني، لذلك عندنا 20 أمينو أسيد مختلف، 20 حامض أميني مختلفة، كل وحدة بيها تحتوي نفس ذرة الكربون الوسطية، نفس الأمين جروب، نفس الكربوكسيل جروب، نفس ذرة الهيدروجين. المختلف بين أمينو أسيد وأمينو أسيد ثاني هو فقط الألكيل جروب أو الآر جروب اللي هو نسميه سلسلة جانبية أو السايد تشين. لهنا دا يقول لنا الآر is commonly one of the 20 different side chain. إحنا عندنا 20 أمينو أسيد مختلف، كل واحد من عندهم بآر جروب مختلف عن الثاني. من تصير البي اتش مات الجسم 7، من تكون البي اتش متعادلة، الأمينو أسيد والكربوكسيل جروب اثنيناتها تتأين. شنو معنى تتأين؟ الـ NH2 يكتسب ذرة هيدروجين إضافية ويحمل الشحنة الموجبة، بينما الكربوكسيل جروب هو COOH يفقد ذرة الهيدروجين اللي يحملها ويحمل شحنة سالبة. فإذا من تصير الـ pH 7 مال الجسم يتأينون اثنيناتهم، الـ NH2 يكتسب هيدروجين إضافية ويكتسب شحنة موجبة، بينما الكربوكسيل ناقص H يفقد هيدروجين ويكتسب شحنة سالبة يصير COO سالب، فيتحول الأمينو أسيد إلى شنو؟ يحمل الشحنتين الموجبة والسالبة، هذا نسميه زويتر أيون، تمام؟ هذا أول شيء لازم نعرفه عن الأمينو أسيد، إنه هو شنو الجنرال فورميولا مالته، ذرة كربون وسطية مرتبطة أربع ارتباطات مختلفة، ثلاثة من عدها ثابتة، الأمين جروب والكربوكسيل جروب وذرة الهيدروجين. الارتباط الرابع هو الوحيد اللي يكون متغير، اللي هو عبارة عن R جروب، يختلف بين أمينو أسيد وأمينو أسيد ثاني. عندنا 20 R جروب، فعندنا 20 أمينو أسيد. الأمينو أسيد تظهر ب 2 آيزومر، تظهر بصورتين، دي آيزومر و L آيزومر. ال L معناها شنو؟ معناها left، من يكون ال NH3، من يكون الأمين جروب على جهة اليسار من ذرة الكربون، هذا نسميه L آيزومر، بينما ال D معناها شنو؟ معناها right، من يكون ال NH3 أو الأمين جروب على يمين ذرة الكربون الوسطية نسميه D آيزومر. إذا هاي الألفا كربون أتوم المركزية تكون أسيمتريك، يعني تنطيني 2 ميرور إيمج، تنطيني
صورتين لنفس الأمينو أسيد. شو نسميها هاي الصورتين؟ نسميها الأيزومرز، ستيريو أيزومرز of the same amino acid. هو نفس الأمينو أسيد لكن عنده صورتين L image و D image. L من يكون الأمين جروب على جهة اليسار من ذرة الكربون، والD من يكون الأمين جروب على جهة اليمين من ذرة الكربون. زين، عندنا هنا طبعا الامينو اسيد هذني اللي قلنا حكينا عنهم، هذول يصيرون على شكل جروبات. على اساس شنو تتقسم الجروبات؟ على حسب طبيعه السايد تشين او الار جروب اللي تكون موجوده. نوبات الار جروب تكون اسيدك، يعني تحمل جروب حامضي. نوبات تحمل جروب قاعدي بيسك. نوبات تكون بولر، يعني جروب قطبي يحمل شحنه. ونوبات تكون نون بولر. نوبات يكون الار جروب هيدروفيليك يذوب بالماء، ونوبات يكون هيدروفوبيك غير ذائب بالماء. على هالأساس لذلك نشوف الأحماض الأمينية مقسمة على شكل جروبات. فمثلا هنا عندنا جروب اسمه الهيدروفيليك اللي هي تكون الذوب بالماء، تشمل الأرجينين، الأسبارجين، الأسبارتيك أسيد، سيستين، جلوتاميك أسيد ومجموعة وياهم. بينما الهيدروفوبيك اللي هي تكون غير ذائبة بالماء مثل الألينين والأيزوليوسين، ليوسين، ميثيونين والباقي. فإذا يقول الأمينو أسيد تصير على شكل جروبات على حسب طبيعة السايد تشين، يعني على حسب طبيعة الآر جروب. نوبات تكون أسيدك، ممكن بيسك، ممكن أنشارجت يعني بولر ما تحمل شحنة، وممكن تكون شنو أنشارجت بولر، أو ممكن تكون نان بولر. تمام. نوبات احنا شنو نشوف وشفناها بكل المحاضرات اللي اخذناهم، انه ما نكتب اسم الامينو اسيد كامل وانما نحط له مختصر اول ثلاث حروف. فنشوف الارجينين اي ار جي، او نوبات نحط فقط الحرف الاول. مثلا عندنا هنا الالينين المختصر مالته اول ثلاث حروف اي ال اي، او نقول فقط اي كابيتال. هاي بالنسبه انه شلون نكتب الاسم مال الامينو اسيد. نقدر نكتبه مختصر اول ثلاث حروف من الاسم مالته، ونقدر نكتب الحرف الأول فقط كابيتال. هاي بالنسبة لي شنو هو الأمينو أسيد. هذا ضروري تعرفوه بالبداية، هذا ما كان موجود قلت لكم ضفته من محاضرة طب الكوفة. نجي هسه على البيبتايد بوند. احنا عندنا أمينو أسيد وعندنا أمينو أسيد ثاني، من يجون يرتبطون بيناتهم يرتبطون بنوع من الأواصر، نوع خاص. هذا النوع نسميه البيبتايد بوند، اللي هي عبارة عن كيميكال بوند، آصرة كيميائية تربط أو تتكون بين جزيئتين من الأمينو أسيد. شلون ده تتكون هاي الآصرة؟ احنا عندنا الأمينو أسيد الأول هذا، وعندنا الأمينو أسيد الثاني. الكاربوكسيل جروب مال الأمينو أسيد الأول يتفاعل ويا الأمين جروب مال الأمينو أسيد الثاني، تطلع جزيئة ماء H2O وتتكون الآصرة. طبعا أنا هنا أيضا هذا السلايد جبته من طب الكوفة، لأن شفت أنهم موضحيها يعني على شكل معادلة، حسيتها تكون أوضح لكم شلون تتكون هاي الآصرة البيبتايدية بين ذولا التو أمينو أسيد. تمام. فعندنا هنا هذا الأمينو أسيد الأول، هذا الأمينو أسيد الأول، هاي ذرة الكربون الوسطية من فوق مرتبطة بذرة هيدروجين، من هنا NH2، من هنا COOH، ومن هنا الR جروب. وهذا الأمينو أسيد الثاني اللي أيضا بي السي، وهاي من هنا ذرة الهيدروجين، الR جروب من فوق، من هنا NH2، ومن هنا COOH. فهاي ميزنا الأمينو أسيد الأول والأمينو أسيد الثاني. وين تتكون بالضبط البيبتايد بوند؟ بين الكاربوكسيل جروب مال الأمينو أسيد الأول والأمين جروب مال الأمينو أسيد الثاني. هذا يفقد مجموعة OH وهذا يفقد H، يعني إيش طلع عندنا؟ طلع عندنا H2O، H منا و OH منا تصير H2O، يعني release of water molecule، تطلع عندنا جزيئة ماء. ورا ما طلعت جزيئة الماء تتكون هاي الآصرة اللي هي باللون الأحمر، هاي هي البيبتايد بوند بين الكاربوكسيل جروب من الحامض الأميني الأول والأمينو جروب من الحامض الأميني الثاني.
تمام. فإذا شلون تتكون البيبتايد بوند؟ أنا عندي 2 أمينو أسيد، حامض أمين الأول والحامض الأمين الثاني، بين الكاربوكسيل جروب من الحامض الأمين الأول هذا والأمين جروب من الحامض الأمين الثاني هذا. إيش راح يصير؟ يصير ريليز أوف ووتر موليكيول. الكاربوكسيل جروب هي كانت COOH، هي COOH تفقد هاي الـ OH، والأمين جروب كانت NH2 أو نقول HNH حتى نفصل الهيدروجينات مالتها، فهي كانت N HNH تفقد هاي ال H، تمام. فيصير OH و H يصير H2O، تطلع هاي ال H2O جزيئة الماء وتتكون البيبتايد بوند بين the two amino acid، بين الأمينو أسيد الأول والأمينو أسيد الثاني، تمام. فإذا هذا نرجع هنا إنه البيبتايد بوند هي عبارة عن آصرة كيميائية تتكون بين جزيئتين من الأحماض الأمينية، الكاربوكسيل جروب من الأمينو أسيد الأول مع الأمين جروب من الأمينو أسيد الثاني، وتطلع عندنا شنو؟ تطلع عندنا جزيئة ماء. زين، شنو عندنا باللي بعدها؟ هنا يقول إذا أمينو أسيد The amino acid in a peptide chain is named as amino acid residue. إحنا مو راح تتكون عندنا أواصر بيبتايدية بين الأحماض الأمينية فترتبط الحامض الأمين الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع مع الخامس إلى أن تتكون عندنا سلسلة. هاي السلسلة نسميها polypeptide chain. كل حامض أميني في هذه السلسلة نطلق عليه مصطلح residue. تمام، نطلق عليه هذا المصطلح اللي هو ريزيديو. من تشوفون هذا الريزيديو معناها شنو؟ معناها الامينو اسيدز اللي موجوده بالبولي بيبتايد تشين. فنقول الامينو ريزيديو الاول يعني معناها الامينو اسيد. اذا الامينو اسيد اللي تكون موجوده بالبيبتايد تشين نسميها امينو اسيد ريزيديو، هذه كتسميه تطلق عليها. البيبتايد تشين الوحده السلسله تتحمل من 2 الى 50 امينو اسيد، يعني ممكن اذا فقط 2 أمينو أسيد مرتبطين مع بعضهم نسميهم بيبتايد تشين، وممكن إذا 3 بيبتايد تشين 4 وهكذا إلى أن نوصل أقصى شيء إنه شقد يرتبطون 50 حامض أميني مع بعضهم، تمام. الأمينو أسيد قلنا يرتبطون عن طريق البيبتايد بوند فتتكون عندنا بولي بيبتايد تشين. هاي البولي بيبتايد تشين من تتكون تقدر تبقى مستقيمة، تبقى لينير، وتقدر يصير بيها توستات، يعني يصير بيها التواءات. ليش يصير بيها التواءات؟ حتى تطيني 3D ستراكتشر اللي هو عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد. هاي وين؟ هاي من تتحول هاي البيبتايد تشين إلى بروتين، تمام. فإذا إحنا عدنا من ترتبط الأمينو أسيدز عن طريق البيبتايد بوند مع بعضها تتحول إلى تشين نسميها بيبتايد تشين. كل أمينو أسيد بهاي السلسلة نسميه أمينو ريزيديو، تمام. السلسلة الوحدة من الأحماض الأمينية تتحمل من 2 إلى 50 أمينو أسيد. ورا ما تتكون هاي البيبتايد تشين تقدر تبقى لينير، تقدر تبقى يعني مستقيمة عادي، بيبتايد تشين مستقيمة، وتقدر يصير بيها توستات. التوست يعني يصير بيها التواءات، شون إحنا بالعامية نقول تبدي تتكعور هاي السلسلة مثل ما تشوفون هنا، تبدي تتكعور شيء على شيء، يصير بيها التواءات وانحناءات تتحول إلى 3D structure. هاي وين ممكن نشوفها؟ بالبروتين. البيبتايد تشين إذا تبقى مستقيمة مثل ما هي نسميها برايمري ستراكتشر، إذا تبدي تصير بيها التواءات وإنحناءات تتحول إلى 3D ستراكتشر، هذا يصير سكندري ستراكتشر وتيرشري ستراكتشر وكواترنري ستراكتشر، ده إن شاء الله راح نحكي عنهم بالتفصيل. لكن هنا اللي يهمنا إنه نعرف هاي المعلومة الأساسية، إنه من تتكون البيبتايد تشين تقدر تبقى مستقيمة لينير مثل ما هي، وتقدر يصير بيها توستات إنحناء أو التواءات حتى تتحول إلى شكل ثلاثي الأبعاد اللي هو نسميه 3D structure. زين، هنا this chain have two terminal ends. السلسلة الوحدة من يجون يرتبطون الأمينو أسيد الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع إلى أن تتكون عندنا سلسلة طويلة. السلسلة هنا رح يصير عندنا بيها نهايتين، two terminal ends، حيكون عندنا نهايتين للسلسلة، طرف منا وطرف منا. نهاية تنتهي بأمين جروب أو نهاية تنتهي بكاربوكسيل جروب.
زين السيكونس هاي السلسله مال الامينو اسيد دائما من اجي اريد اسميها اسمي من اليسار لليمين. هاي ملاحظه جدا مهمه واللي هي هم موجوده هنا. هسه راح اشوفكم اياها. هم موجوده هنا. هذا عندنا هسه سلسله من الاحماض الامينيه ارتبطوا مع بعضهم. هذا هو الامينو اسيد الاول. هاي ذرة الكربون الوسطية من فوق مرتبطة بذرة هيدروجين. هذا من جوا الار جروب. هذا منا الامينو جروب وهذا منا الكاربوكسيل جروب، بس هو حاليا مو كاربوكسيل لان تكونت ببتايد بوند فراحت من عند الاو اتش. هذا الامينو اسيد الاول. هذا الامينو اسيد الثاني هاي ذرة الكربون الوسطية منا مرتبطة بهيدروجين، منا مرتبطة بار جروب، منها مرتبطة بأمينو جروب، ومنها كانت كاربوكسيل لكن فقدت الـ OH لأنه تكونت شنو ببتايد بوند ويا الحامض الأميني اللي بعدها. هذا الحامض الأميني الثالث هاي ذرة الكربون الوسطية مرتبطة منها بهيدروجين، منها مرتبطة بآر جروب، منها أمينو جروب، ومنها كاربوكسيل جروب. وهذا الرابع هاي ذرة الكربون الوسطية منها هيدروجين، منها آر جروب، تمام، منها كاربوكسيل جروب، ومنها أمين جروب. هسه هاي فصلناهم. عندنا إذا إيش كم حامض أميني؟ أربع أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها كونت شنو؟ ببتايد تشين. هاي نسميها ببتايد تشين. من قلنا يصير بيها نهايتين أو طرفين، طرف نسميه إن تيرمينال. يعني ليش نسميه إن تيرمينال؟ لأن ينتهي بأمين جروب. وطرف نسميه سي تيرمينس. ليش؟ لأنه ينتهي بكاربوكسيل جروب. هاي ثابتة، هاي قاعدة ثابتة إنه الببتايد تشين بها طرفين، طرف نسميه N تيرمينس لأنه ينتهي بN H2 بالأمين جروب، وطرف نسميه C تيرمينس لأنه ينتهي بالكاربوكسيل جروب. هاي ثابتة. من أجي على هاي السلسلة المكونة من أربع أحماض أمينية أريد أسميهم. منين أبدي؟ أبدي من اليسار لليمين. أجي على أول واحد، هذا عبارة عن ميثيونين، فأكتب ميثيونين أو أول ثلاث أحرف مختلفة صار MET. الثاني هذا aspartic acid أو ASP. الثالث هذا ليوسين أو LEU. الرابع هذا تايروسين أو TYR. فإذا هاي قاعدتين ثابتة. القاعدة الأولى إنه من أجي على أي سلسلة ببتايدية أشوف بيها طرفين، طرف أسميه N terminus وطرف أسميه C terminus. N terminus لأنه ينتهي بأمين جروب، وC terminus لأنه كاربوكسيل جروب. ومن أجي أسمي القاعدة الثانية اللي تكون أيضا ثابتة إنه من أجي أسمي البيبتايد تشين أريد أسمي الأحماض الأمينية الموجودة بها. أبدي منين؟ أبدي من جهة اليسار إلى جهة اليمين، تمام، أبدي من اليسار إلى اليمين. زين، فهذا هنا نفس الحكي اللي دنعيده هنا. هذا نفس الشيء أيضا سلسلة. هذا الأمينو أسيد الأول، تمام، لهنا الأمينو أسيد الثاني، هذا الأمينو أسيد الثالث، وهذا الأمينو أسيد الرابع. أيضا نفس الشيء جزئناها هنا. هاي ذرة الكربون الوسطية منا أمينو جروب، منا كاربوكسيل جروب، هاي الآر السايد تشين، ومن جوا هيدروجين أتوم. هاي الثانية هاي ذرة الكربون الوسطية منا هيدروجين جروب. هنا الار جروب هو عبارة عن هيدروجين، ايضا هيدروجين، فصارت من جوا هيدروجين ومن فوق هيدروجين، وعندنا بيها امين جروب وشنو وكاربوكسيل جروب. زين، نجي على الثالث. هذا الثالث اللي هو ايضا شنو بي؟ هاي الحلقية هنا، هاي الار جروب، من جوا هيدروجين، منها كاربوكسيل، ومنها امين جروب. هذا الامينو اسيد الثالث. نجي بعدين على الامينو اسيد الرابع، ايضا شنو عندنا بي؟ هاي ذرة الكربون الوسطية من جوا هيدروجين، من فوق الار جروب اللي هو سي اتش 3، منها امين جروب، ومنها كاربوكسيل جروب. وهذا الاخير هاي ذرة الكربون الوسطية من جوا اتش، منها امين جروب، منها كاربوكسيل جروب، واللي باللون الوردي هاي الار جروب. فصلنا الامينو اسيد اللي موجودين بالبيبتايد تشين. وين الان تيرمينس؟ هاي الان تيرمينس تنتهي بامين جروب. وين السي تيرمينس؟ هذه لانه تنتهي بكاربوكسيل جروب. ونفس الشيء من اجي اسمي من جهة اليسار الى جهة اليمين. هذا اللي هو الامينو اسيد الاول، هذا سيرين،
تمام. هذا الأمينو أسيد الثاني غلايسين، زين. هذا الأمينو أسيد الثالث هذا تايروسين، هذا الأمينو أسيد الرابع ألينين، والخامس أو الأخير هو ليوسين، تمام. فمن أسميهم شون أسميهم؟ ما أكتب سيرين غلايسين، لا، أسميهم سيريل غلايسيل تايروسيل ألينيل، فقط الأخير أسميه ليوسين، تمام. هما كانت أسماءهم المفروض سيرين غلايسين أوكي تايروسين ألينين، لكن لأنه واحد راح يرتبط باللي بعده فنحذف هاي النهاية بالأخير الآي إن إي، نحذفها بدال سيرين نضيف سيريل غلايسيل تايروسيل ألينيل، فقط الأخير، لأن بعد ما راح يجي وراء أمينو أسيد، ها هي هو آخر واحد، ما راح يجي بعد وراء واحد، نكتبه مثل ما هو آي إن إي ليوسين. ونقدر نكتبها بطريقة ثانية إنه ما أكتب اسم الأمينو أسيد كامل، أحط فقط ثلاث حروف. شنو معناها من حاطين قبلها NH3 وبالأخير COO؟ يعني دا أميز إنه ترى أنا دا أقول للأستاذ إنه أنا أعرف إنه من أنا N terminus ومن أنا سي تيرمينس، وبالنص حطيت لك أسماء الأحماض الأمينية. أقدر أكتبها كاملة، لكن من أكتب اسمها كامل أشيل الآي إن إيل بالأخير، أضيف واي إل بدال سيرين سيريل، بدال غلايسين غلايسيل، بدال تايروسين تايروسيل، بدال ألينين ألينيل، بدال بس الأخير أكتبه مثل ما هو ليوسين، لأن بعد ما يجيني وراء أمينو أسيد. أو أقدر أكتب فقط ثلاث حروف اللي هي مختصر. زين، هسا عرفنا شلون تكونت البيبتايد تشين وعرفنا كل شيء عنها بالتفصيل. البروتين الشس راح نجي على شلون يتكون البروتين من هاي السلاسل البيبتايدية. البروتين قد يكون متكون من 50 أمينو أسيد، معناها سلسلة واحدة من البيبتايد تشين. زين، إذا البروتين متكون من أكثر، مثلا متكون من 100 أمينو أسيد، راح تكفيهن بيبتايد تشين واحدة؟ لا، لأنه البيبتايد تشين تاخذ أقصى شيء 50 أمينو أسيد، فمعناها هذا البروتين من شنو متكون؟ معناها متكون من أكثر من سلسلة بيبتايدية. أوكي، نرجع نعيد. إذا إحنا عدنا البروتين مكون فقط من 50 أمينو أسيد، معناها سلسلة واحدة بيبتايدية كافية، لأن السلسلة تقدر تشيل 50 أمينو أسيد. لكن إذا البروتين مكون من أكثر، مثلا مكون من 100 أمينو أسيد، ما تشيل لياهن كلهن سلسلة واحدة، السلسلة أقصى شيء تشيل فقط 50 أمينو أسيد. معناها شنو هذا البروتين؟ مكون من سلسلتين، السلسلة الأولى 50 والسلسلة الثانية شايلة 50. أو مثلا البروتين يكون مكون من شقد؟ مثلا 140 أمينو أسيد، معناها كم سلسلة؟ ثلاث سلاسل، أول واحدة شالت 50 والثانية شالت 50 هاي 100، والثالثة تشيل 40 الباقية. البروتينات قد توصل بين 50 إلى 2000 أمينو أسيد، تخيلوا 2000 حامض أميني كلها ببروتين واحد، معناها كم سلسلة لازم؟ كل 50 سلسلة، كل 50 سلسلة، كل 50 سلسلة، إلى أن تكمل 2000 أمينو أسيد. The main molecular mass of amino acid residue is about 110 دالتون. من نجي نقيس الوزن الجزيئي للحامض الأميني الواحد، نقيسه بوحدة اسمها دالتون، اللي هي مختصر مالتها DA. الوزن الجزيئي للأمينو أسيد ريزيديو، يعني للحامض الأميني الواحد، تقريبا شقد؟ 110. فإذا كان البروتين مكون من 50 أمينو أسيد، نضرب 50 في 110، تمام، 50 في 110 يعني 5500 دالتون. أوكي، هاي إذا مكون من شقد؟ من 50 أمينو أسيد، الواحد 110 دالتون. 50 في 110، 5 في 11 55، وعندنا صفرين 5500. وإذا مكون من 2000 أمينو أسيد، 2000 في 110 صير عندنا شقد؟ صير عندنا 220,000. هذا 5500 دالتون إلى 220,000 دالتون. الكيلو دالتون يساوي 1000 دالتون، فأقدر أحولهم من دالتون إلى كيلو دالتون، أقسم على 1000، هاي من تتقسم على 1000 تصير 5.5، وهاي من تتقسم على 1000 تصير 220. فإذا البروتين يحتوي من 50 إلى 2000 أمينو أسيد ريزيديو. الأمينو أسيد الواحد المولكيول الماس ماته 110 دالتون، إذا مكون من 50، 50 في 110 5500 دالتون.
وإذا مكون أكبر بروتين بالجسم يتكون من 2000 حامض أميني، الواحد وزن الجزيئي 110، الألفين كلها سوى 2000 في 110 220,000 دالتون. حتى أسهلها أحولها من دالتون إلى كيلو دالتون، أقسم على 1000، معناها أصغر بروتين يكون وزن الجزيئي 5.5 كيلو دالتون، وأكبر بروتين يكون وزن الجزيئي 220 كيلو دالتون. تمام، افتهمتوا هاي الخطوة؟ أصغر بروتين اللي يكون مكون من 50 أمينو أسيد، أصغر بروتين وزن الجزيئي 5.5 كيلو دالتون، وأكبر بروتين مكون من 2000 أمينو أسيد وزن الجزيئي 220 كيلو دالتون. البروتينات ما تبقى على شكل لينير بوليبيبتايد، احنا مو قلنا ورا ما تتكون السلسلة البيبتايدية تكون لينير، بالبداية تكون مستقيمة وبعدين ممكن يصير بيها توستات، التواءات او انحناءات، او نسميها فولدينج، طيات، حتى تتحول الى شكل ثلاثي الابعاد اللي هو نسميه 3 dimensional structure. البروتينات ما تحب تبقى على شكل لينير سيكونس، ما تبقى البوليبيبتايد تشين مالتها مستقيمة، دائماً البروتينات تميل إلى أنه تكون 3 dimensional structure. عندنا هنا نوعين من البروتين مولكيول، النوع الأول نسميه globular بروتين والنوع الثاني نسميه fibrous بروتين. شنو الفرق بيناتهم؟ globular بروتين يكون compact، compact يعني مضغوط، تمام، يكون عندنا كومباكت يعني يكون عندنا مضغوط، جلوبيولار بروتين يكون مضغوط متكعور او متكور، لذلك نسميه جلوبيولار، جلوبيولار يعني كروي او دائري، فكومباكت يكون مضغوط متكعور شيء على شيء، يكون غالبا سوليبل ان ووتر، يذوب بالمي، ويكون سفيريكال ان شيب، لذلك هو اسمه جلوبيولار، سفيريكال يعني ايضا كروي. هذا بالنسبة للجلوبيولر. أما الفايبرس بالعكس يكون شكله بالطول، مفروض يعني طولاني، ما يكون متكعور، ما يكون كومباكت مضغوط، ولا يكون سفيريكال، يكون إلونجيتد ياخذ بالطول زين، ويكون شنو؟ يكون انسوليبل، أغلب الأحيان يكون غير ذائب بالمي. الجلوبيولر بروتين عندنا عليها مثال المايوغلوبين اللي هو شكل من أشكال الهيموغلوبين، لكن فقط اللي يكون موجود بالعضلات بالمصل، لذلك اسمه مايوغلوبين. هذا نوع شنو؟ نوع جلوبيولار بروتين. يعني شنو أسألكم مثلاً شنو جلوبيولار بروتين؟ يعني معناها البروتين يأخذ شكل كروي سفيريكال إن شيب، ينضغط شيء على شيء، يتكعور، ويكون هذا النوع سوليبل إن واتر. بينما الكولاجين اللي هو بروتين أيضاً موجود بالجسم، شنو نوعه؟ نوع فايبرس. يعني شنو فايبرس؟ يعني شكله يكون بالطول، elongated، ياخذ بالطول، وتكون غالبا insoluble in water، مذوب بالمي زين. هسه هنا مسوينا فد مقارنة بين الجلوبيولار بروتين والفايبرس بروتين. اول شيء من ناحية الشيب، من ناحية الشكل، الفايبرس بروتين يكون long and narrow، يعني يكون ماخذ بالطول، ويكون نارو يعني ضيق أو رفيع، بينما الجلوبيولر من ناحية الشكل يكون راوند أو سفيريكال، كروي أو مدور. من ناحية البيرباس، يعني شنو من ناحية البيرباس؟ يعني شنو الغرض من الفايبرس بروتين؟ عادة الفايبرس بروتين تكون وظيفتها بالجسم ستراكتشرال، يعني تمنح تركيب للجسم. يعني شلون تمنح تركيب للجسم؟ مثل الكولاجين، الكولاجين مو هو عبارة عن فايبرس بروتين؟ الكولاجين وظيفته أكثر شيء ستراكتشرال، يعني يدعم التركيب مال بعض الأماكن بالجسم، مثل نشوفه بالمفاصل أكو عندنا بيها كولاجين، نشوفه يدخل في تركيب الشعر بيها كولاجين، في تركيب الجلد أكو بيها كولاجين، فإذا وظيفته ستراكتشرال، يكمل التركيب مع الأجزاء معينة بالجسم. بينما الجلوبيولار وظيفته تكون فانكشنال، يعني مثلا المايوغلوبين أنا ما أستفاد من عنده بالستركتشر مع العضلات، لا،
استفاد من عنده في وظيفة العضلات، هو يجيب لها الأكسجين للعضلات حتى تقدر العضلات تشتغل. فإذا لاحظت الفرق إنه الفايبرس بروتين من أقول الغرض من عنده أو وظيفته تكون ستراكتشرال، معناها هو يدعم التركيب مع الأجزاء معينة بالجسم، يكمل التركيب لأجزاء معينة. فالكولاجين موجودة بالمفاصل، موجودة بالغضاريف، موجودة بالبشرة، موجودة بالشعر، تضيف لي للتركيب مع هاي المناطق، تكمل التركيب مالتها. بينما الجلوبيولار بروتين مثل المايوغلوبين تكون وظيفتها فانكشنال، ضرورية لوظيفة المكان اللي تكون موجودة به. فمثلا المايوغلوبين يكون موجود بالعضلات، مو مكمل للتركيب مالتها، ما له علاقة بالستركتشر مال العضلات، وإنما مكمل للوظيفة مالتها. العضلات ما تقدر تشتغل إذا المايوغلوبين ما يجيب لها أكسجين. الأسيد سيكونس، ترتيب الأحماض الأمينية في كل نوع. بالفايبرس بروتين تكون ريبيتيتيف أمينو أسيد، يعني ممكن ألقي جلايسين جلايسين جلايسين، ليوسين ليوسين ليوسين، تكون مكررة الأمينو أسيد. بينما بالجلوبيولر بروتين يكون إرريجولر، جلايسين لايسين برولين تريبتوفان وهكذا. إذا بالفايبرس بروتين ممكن ألقي إنه يتكرر الأمينو أسيد واحد بصف الآخر، ريبيتيتيف، يعني ألقي جزيئتين أو ثلاثة من نفس الحامض الأميني واحدة بصف الأخر، جلايسين جلايسين جلايسين، ليوسين ليوسين ليوسين. بينما بالجلوبيولر يكون ترتيب الأحماض الأمينية الريجولر، تكون مطشرة زين. الديورابيليتي يعني تحملها، تحمل هذا النوع من البروتينات للظروف الخارجية اللي تأثر عليها. مثل شنية؟ مثل من يصير عندي تغييرات بالبي اتش، أو من يصير عندي تغييرات بالتيمبرتشر اللي هي درجة الحرارة. الفايبرس بروتين يكون حساس أقل لهاي التغييرات، يعني ما يتأثر بسرعة بالتغييرات اللي محيطة به. من يتغير البي اتش ما يتأثر الفايبرس بروتين، من تتغير درجة الحرارة ما يتأثر، أو ما نقول ما يتأثر نهائيا، وإنما تأثره يكون أقل من الجلوبيولار بروتين. الجلوبيولار بروتين مور سنسيتيف، حساس أكثر، يتأثر أكثر بالتغييرات اللي تصير سواء بالبي اتش أو بدرجة الحرارة. الديورابيليتي يعني التحمل. اكزامبل على هذني الانواع، الفايبرز قلنا مثل الكولاجين، المايوسين والاكتين اللي هن موجودات بالعضلات، خيوط المايوسين وخيوط الاكتين، ذولا ما يصير تقلص بالعضلات اذا ما تتداخل المايوسين مع الاكتين، من يتداخلون يصير كونتراكشن بالعضله. الفايبرين اللي هو يكون موجود بالتخثر، الكيراتين، الإلاستين. بينما الجلوبيولر منو الأمثلة عليه؟ الهيموغلوبين، الإنسولين، لأن كلهن جلوبيولر. الإنزيمات اللي تكون موجودة بالجسم كلهن نوعهن جلوبيولر. الإميونوغلوبيولين أيضا جلوبيولر. السوليبلتي بشكل عام، الفايبرس تكون إنسوليبل إن ووتر، بينما الجلوبيولر تكون سوليبل إن ووتر. هاي النوعين مال البروتينات. The shape of protein is important. شكل البروتين ضروري جدا ومهم. ليش مهم؟ For defining the function أو the protein function. الشكل هو اللي يحدد وظيفة البروتين. الشكل هو اللي يحدد وظيفة البروتين. إذا شنو أهمية the shape of protein for defining the protein function، تحديد أو تعريف وظيفة البروتين. احنا مو قلنا انه بالبداية من تجي ترتبط الامينو اسيد مع بعضها عن طريق البيبتايد بونتس، تتكون سلسلة بيبتايدية اللي هي تكون شنو بالبداية؟ تكون لينير، بعدها مستقيمة، ما بيها اي التواءات او انحناءات او طيات، تكون بالبداية لينير سيكونس. هاي اللينير سيكونس اللي هي عبارة عن امينو اسيد مرتبطة مع بعضها، هاي اللينير الاساسية هي اللي تحتوي المعلومات الضرورية اللي راح تحدد شنو بروتين مولكيول with unique three dimensional shape. إذن هاي اللينير سيكونس اللي تتكون بالبداية من يرتبطون الأمينو أسيدز مع بعضهم عن طريق البيبتايد بوند، هاي تكون مهمة وضرورية، هاي تعتبر الأساس. ليش؟ لأنه تحتوي المعلومات اللي تكون ضرورية لتحديد شكل البروتين ولتحديد three dimensional shape، شكل ثلاثي الأبعاد مال البروتين. فبالبداية من تكون فقط لينير سيكونس أسميها primary structure of a protein.
من تبدي تصير اكو انحناءات او توستات، واثناء هاي التوستات راح تصير اكو انتر اكشنز، ارتباطات او تفاعلات بين الاحماض الامينيه تتحول الى سكندري، بعدين ممكن تتحول الى تيرشري، وتتحول بعدين ممكن الى كواترنري اللي هو رباعي. اذا احادي وثنائي وثلاثي ورباعي، هاي شنو؟ فور اورجانيزيشنال ليفل اوف بروتين ستراكشر، انواع البروتين ستراكشر. اهم واحد قلنا هو البرايمري. البرايمري هو اللينير سيكونس، السلسله الاوليه اللي تتكون، اللي تكون بعدها مستقيمه من اتحاد الامينو اسيدز مع بعضها عن طريق شنو؟ البيبتايد بوند. ليش هاي ضرورية أو مهمة البرايمري؟ لأن تحتوي المعلومات الانفورميشن اللي راح تحدد الثري دايمنشنال ستراكتشر مع البروتين. راح نجي نحكي بالتفصيل عن واحد واحد من ذول الأربع ستراكتشرات. أول واحد هو البرايمري. البرايمري قلنا هو اللينير سيكونس أوف أمينو أسيد، من تكون بعدها سلسلة مستقيمة اللي هي شنو يسميناها؟ البولي بيبتايد تشين. هنا الأمينو أسيد بالبرايمري ستراكتشر ماكو بيناتها نوع من الأواصر، فقط الكوافالنت بوند. هو أكيد يكون مرتبطة أيضا عن طريق شنو؟ مرتبطة عن طريق البيبتايد بوند وكوافالنت بوند فقط بالبرايمري ستراكتشر، تمام؟ فإذا البرايمري ستراكتشر إيش نقصد به؟ هو السلسلة الأولية اللي تتكون من ارتباط الأحماض الأمينية مع بعضها، سلسلة بعدها مستقيمة لينير نسميها بولي بيبتايد تشين، بعدها ما صار بيها أي تغييرات أو التواءات أو انحناءات. البرايمري ستراكتشر مال البروتين يبدي منين؟ يبدي منا من الانترمينس، يمشي بهالشكل، يبدي من نانا ويمشي إلى أن يوصل للطرف الثاني اللي هو ينتهي بمن؟ بالسي تيرمينس. إذن البرايمري ستراكتشر مال البروتين يبدي من الأمينو تيرمينال، الأن تيرمينال أند، وينتهي بالسي تيرمينس. The sequence of amino acid البرايمري ستراكتشر تكون يونيك، فريدة من نوعها. ليش؟ لأنه قلنا البرايمري ستراكتشر جدا مهم، لأن يحمل المعلومات اللي راح تحدد الستراكتشر والفانكشن مال البروتين، أوكي؟ فإذا البرايمري ستراكتشر اللي هو تكون سلسلة أولية نسميها بيبتايد تشين، بعدها ما صار بيها أي تغييرات، لا تويست ولا انحناءات ولا التواءات، بعدها مثل ما هي سلسلة مستقيمة من الأحماض الأمينية اللي مرتبطة مع بعضها عن طريق البيبتايد بوند. هاي ضرورية جدا لأن هي راح تحدد الستراكتشر مال البروتين والفانكشن مال البروتين. قلنا الامبورتنس مال البرايمري ستراكتشر، شنو اهميه البرايمري ستراكتشر حتى نفهم الجينيتك ديزيز ذات ريزلت ديو تو بروتين وذ ابنورمال امينو اسيد. عندنا امراض وراثيه تنتج من يصير عندنا تغييرات بالبرايمري سيكونس او البرايمري ستراكتشر مال البروتين، فاحنا ضروري نعرف البرايمري ستراكتشر مال كل بروتين. ليش؟ حتى نفهم الجينيتك ديزيز، الامراض الوراثيه اللي تنتج عندنا من يصير اي تغيير بالامينو اسيد سيكونس مال البروتين. فعندنا هنا اذا الامينو اسيد سيكونس، اذا هاي السلسله تكون اب نورمال، يصير عندنا بيها خلل، الفولدينج راح يصير بيه خطا، انكوركت فولدينج، يعني من يجي البروتين يصير بيه طيات فولدينج نسميها، راح يصير بيها خطا. ليش؟ لانه السيكونس الاصليه اصلا هي بيها خطا، من يصير الفولدينج خطا الفانكشن مال البروتين راح نخسرها، لوس اوف نورمال فانكشن، لان احنا قلنا اذا الشكل مو صحيح الوظيفه أيضا مو صحيحة، الشكل هو اللي يحدد وظيفة البروتين. فإذا الشكل مال البروتين أو الستركتشر مال البروتين يكون بي خطأ، معناها الفانكشن أيضا راح يصير بيها خطأ. من يصير عندنا خطأ بالفانكشن ينتج عندنا شنو؟ ينتج عندنا جينيتك ديزيز، الأمراض الوراثية، واللي حكينا عن أشكال من الأمراض الوراثية بالسيشنات اللي أخذناها بعدين. واحدة من الأمراض اللي حكينا عنها بالتفصيل واللي يرجع ذاكرها هنا هو السيكل سيل أنيميا، اللي هي أحد أنواع فقر الدم. إيش داي يصير بالسيكل سيل أنيميا؟ إحنا عندنا هيموغلوبين، هو المسؤول، موجود في داخل كريات الدم الحمر، المسؤول عن حمل جزيئات الأكسجين. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين
تمام مكون من أكثر من سلسلة من البيبتايد تشين، السلسلة الأولى اتجاهها 3 إلى 5 والسلسلة الثانية 5 إلى 3. هاي منو؟ هاي سلسلة الدي أن أي اللي موجودة في داخل بروتين الهيموغلوبين. نوبات تصير عندنا طفرة وراثية بالسلسلة الأولى، بدال ما هي تحتوي شنو الترتيب الكودون اللي شايلته؟ شايلة CTC يعني سايتوسين ثايمين سايتوسين. تصير عندنا طفرة بدال سايتوسين ثايمين سايتوسين يصير سايتوسين أدينين سايتوسين، بدال CTC تصير CAC. من تيجي السلسلة الثانية المكملة إلها، من كانت ثايمين كل ثايمين يرتبط بأدينين، بس من يتغير الثايمين يصير أدينين اللي قدامه هم راح يتغير، الأدينين يقعد منه قدامه؟ يقعد قدامه ثايمين. ونوبات وين يصير التغيير؟ مو بالسلسلة الأولى، بالسلسلة الثانية، بهاي هاي السلسلة الثانية اللي هي بالحالة الطبيعية جي يعني جوانين، أي أدينين جي هم جوانين، جي أي جي. تتغير شو تصير؟ تصير جي يو جي يعني جوانين يوراسيل جوانين. تمام، هذا بدل ما يكون نورمال هيموغلوبين هذا الكودون اللي هو جي اي جي مال يا امينو اسيد مال الجلوتامين، فتطلع نورمال ريد بلاد سيل، شكل الهيموغلوبين طبيعي، فشكل كريات الدم الحمر هم طبيعي. بينما بالسيكل سيل انيميا من تغير بدال الجي اي جي صار الكودون جي يو جي، تغير حتى الامينو اسيد، الجي يو جي مال يا امينو اسيد مال الفالين، كان جلوتامين صار فالين، فالهيموغلوبين تغير، فشكل كريات الدم الحمر تغير، صار شكلها سيكل سيل، زين اللي هو هذا الشكل مالتها يشبه شكل الهلال. فاذا السيكل سيل انيميا هي واحدة من الامراض الوراثية اللي دا يصير بيها شنو؟ انه يصير خلل في البروتين بالستركتشر مال البروتين، من يتغير الستركتشر مال البروتين تتغير الفانكشن ايضا مال البروتين، بدل ما كان هيموغلوبين طبيعي قادر على حمل جزيئات الأكسجين تغير شكله فيفقد القدرة على حمل جزيئات الأكسجين. إذا من صار عندي خلل بالستركتشر مال البروتين وبالشكل مال البروتين صار عندي خلل وين؟ بالوظيفة أيضا مال البروتين. من يصير عندي خلل بالوظيفة تنتج عندي شنو؟ جينيتك ديزيز، أمراض وراثية. بالبرايمري ستراكتشر قلنا هو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية اللي مرتبطة مع بعضها، عندنا فقط بيها نوع واحد من الأواصر هو البيبتايد بوند اللي هي تكون مسؤولة عن الستيبلايزيشن استقرارية البرايمري ستراكتشر، فقط نوع واحد من الأواصر هو البيبتايد بوند. ليش؟ لأنه هي أصلا عبارة عن سلسلة مستقيمة من الأحماض الأمينية اللي مرتبطة مع بعضها، فقط نوع واحد من الأواصر عندي بيها البيبتايد بوند. يعني هذا السؤال ممكن يجي إنه شنو نوع الأواصر المسؤولة عن الستيبلايزيشن مال البرايمري ستراكتشر؟ انتو تربطون البرايمري ستراكتشر هو عبارة عن لينير سيكونس، سلسلة مستقيمة من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها، شنو نوع الأواصر التربط؟ هو البيبتايد بوند، فقط only the peptide bond بالبرايمري ستراكتشر. هاي البيبتايد بوند هي أواصر قوية جدا ما يصير لها كسر بظروف اعتيادية مثل الهيتنج الحرارة أو هاي كونسنتريشن أوف يوريا، لذلك البرايمري ستراكتشر يكون مستقر جدا، استيبلتي مالته عالية. ليش؟ لأنه منو دا ينطي هاي الاستيبلتي؟ البيبتايد بوند. البيبتايد بوند هي نوع من الأواصر الكيميائية القوية جدا، ما يصير لها بروك، ما تنكسر بسهولة لا عن طريق الهيتنج الحرارة ولا عن طريق الهاي كونسنتريشن أوف يوريا، تراكيز عالية من مادة اليوريا. شنو اللي ممكن يكسر البيبتايد بوند؟ اللي ممكن يكسرها إذا نعرضها إلى سترونج أسيد أو بيس، لكن شرط شي يكون هذا برولونجد إكسبوجر، يعني إذا نعرض البرايمري ستراكتشر أو البيبتايد بوند بالذات، إذا البيبتايد بوند نظل نضغط عليها نضغط عليها نضيف لها سترونج أسيد أو سترونج بيس لفترات طويلة برولونجد يعني مطول، وياها نرفع درجة الحرارة elevated temperature، ممكن يصير hydrolysis لهذه الأواصر البيبتايدية. إذا الأواصر البيبتايدية إذا الحرارة وحدها أرفع درجات الحرارة وحدها أسوي heating ما تكسر البيبتايد بوند، إذا أضيف high concentration of urea تركيز عالي من مادة اليوريا هم تكسر لي البيبتايد بوند، لكن إذا ويا الهيتينج ويا ارتفاع درجات الحرارة
أضيف سترونج أسيد أو سترونج بيس بكميات عالية ولفترات طويلة، أوكي ممكن دول الاثنين سوا، سترونج أسيد أو سترونج بيس وياها تسخين أو درجة حرارة مرتفعة ممكن يكسرون البيبتايد بوند. بعد شنو ممكن يكسرها؟ ممكن تكسرها أو تحللها، تسوي تحلل للبيبتايد بوند إنزيمات. شو اسمها الإنزيمات؟ إنزيم البروتييز أو اللي نسميه بروتيولايتيك إنزيم، هذا ممكن يسوي تحلل بروتيولايسز أو هيدرولايسز المن للبيبتايد بوند. إذا بالبرايمري ستراكتشر هو عبارة عن لينير سيكونس، سلسلة مستقيمة من الأمينو أسيدز اللي مرتبطة مع بعضها. عندي نوع واحد فقط من الأواصر بالبرايمري ستراكتشر هو البيبتايد بوند اللي دا يربط كل أمينو أسيد مع أمينو أسيد ثاني. البيبتايد بوند هي المسؤولة عن الستيبلايزيشن، استقرارية البرايمري ستراكتشر. البيبتايد بوند أواصر كيميائية قوية جدا، ما تتكسر لا بالحرارة وحدها ولا بالهاي كونسنتريشن اوف يوريا، ممكن تتكسر بحالتين، اما انزيماتيكالي يعني عن طريق انزيمات مثل البروتييز او البروتيولايتيك انزيم، او عن طريق انه اضيف لها حامض قوي او قاعدة قوية شرط وياها elevated temperature درجة حرارة عالية. ممكن هذا شنو ممكن يكسرها، يسوي لها هيدرولايسز. هاي بالنسبة للبرايمري ستراكتشر اوف بروتين. هسه نجي على السكندري ستراكتشر اوف بروتين. ايش راح يصير بالسكندري ستراكتشر؟ ذا بولي بيبتايد فورم ريجولار ارانجمنت اوف امينو اسيد ذات ار لوكيتد نير تو ايتش اذر ان ذا لينير سيكونس. يعني شنو هنا؟ نفس هاللينير سيكونس اللي بالبرايمري ستراكتشر، لكن راح تبدي تسوي فالترتيبات معينة بين الأحماض الأمينية، فتتغير من برايمري ستراكتشر إلى شنو؟ سكندري ستراكتشر. إذا نقول البولي بيبتايد تشين اللي موجودة بالبرايمري ستراكتشر تبدي فورمز، تبدي تكون ريجولار أرانجمنت، فالترتيبات معينة بين منو؟ بين الأحماض الأمينية اللي تكون نير تو إيتش أذر، اللي تكون قريبة من بعضها، فيتكون عندي شكل ثنائي الأبعاد two dimensional structure. شنو نوع الارتباطات اللي دا تصير؟ تتكون هيدروجين بايندينج، أواصر هيدروجينية بين ذرة الهيدروجين اللي موجودة بالأمين جروب مع الأمينو أسيد، وبين ذرة الأكسجين الموجودة بالكربونيل جروب مع الأمينو أسيد مجاور إلى، أو مو شرط يكون مجاور إلى لكن قريب من عنده، يفصل بيناتهم فقط كم حامض أميني. فنتخيل بأنه يكون شكل اللينير سيكونس هيجي مال الأمينو أسيد، هذا شكلها، هذا الأمينو أسيد الأول، هذا الأمينو أسيد الثاني، هذا الأمينو أسيد الثالث، هذا الأمينو أسيد الرابع، هذا الأمينو أسيد الخامس. هذا الأمينو أسيد الأول يفصله عن الأمينو أسيد الخامس، شقد يفصله؟ يفصله عنه بالنص، أكو واحد اثنين ثلاثة، يفصله 3 أمينو أسيد، لكن رح يقدر يكون فالارتباط بين الأول وبين الخامس. شنو هو الارتباط؟ هو هيدروجين بوند بين منو منو؟ هنا الأمينو أسيد الأول أكو بي أمين جروب، بين ذرة الهيدروجين مال هذا الأمين جروب، والأمينو أسيد الأخير حيكون عندنا بي كاربونيل، هذا السي دبل بوند أو، بين الأكسجين هذه مال الكاربونيل، يتكون ارتباط بيناتهم. فهيجي قربنا، بدل ما كان الأمينو أسيد الأول يفصل عن الأمينو أسيد الخامس 3 أمينو أسيد بيناتهم، صار ارتباط مباشر بيناتهم، ارتبطوا رغم المسافة اللي بيناتهم. شون ارتبطوا؟ عن طريق الهيدروجين بوند اللي تتكون بين ذرة الهيدروجين اللي موجودة بالأمين جروب مال الحامض الأمين الأول، وذرة الأكسجين الموجودة بالكربونيل جروب مال الحامض الأميني الثاني. هذا راح يتحول من برايمري ستراكتشر الى سكندري ستراكتشر، يصير الستراكتشر تو دايمنشنال، ثنائي الابعاد. السكندري ستراكتشر قلنا هو نتيجه تكون هيدروجين بوند، اواصر هيدروجينيه. عندنا نوعين من السكندري ستراكتشر، نوع نسميه الفا هيليكس ونوع نسميه بيتا شيت.